السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. للحياة حركيتها في اتجاه أن يعيش الإنسان إنسانيته في ظلال الله. بيوم القدس العالمي الذي أريد له أن يعيد قضية القدس وفلسطين إلى الواجهة في الحرب الاستباقية في المنطقة من الناحية السياسية أو الاقتصادية يمثل انحرافاً عن الخط الإسلام وانحرافاً عن خط الحرية.